عن ما أنا أحدثكم عن قضية جرت بنفسي. كنت في منذ 30 سنة أو 40 سنة في دير عطية قرية في طريق إلى حلب. كنت هناك ساهرا وإذا بنا نسمع خرق النافذة للباب، فخرج المضيف صاحب الدار لينظر من الطارق، فنسمع اختفاء ومبالغة الاختفاء برجل الطارق ولما نراه بعد. أهلا وسهلا يا أبو فلان. أنا والمجلس طبعا بدنا نشوف من هذا الضيف الكريم. فكانت مفاجأة لي منه ومني له، لأنه ضدان اجتماع. الرجل أعرفه، ويمكن بعض الحاضرين الآن يشاركوني في المعرفة من أهل محلة العمارة. هذا الذي دخل كان يجلس دائما وأبدا بجانب الركن الجنوبي الغربي من مسجد جامع الجوزي في الساحة التي أمام دكانتي. في رمضان يشرب الدخان علني، ثياب رثة، عيناه جاحظتان محمرتان، الله لم يشرب الحشيش الدخان. هذا الإنسان إذا بصاحب البيت يعتقد فيه الولاية، ولذلك احتفى به احتفاء بالغا. ورجل لما دخل وفوجئ به تظاهر بأنه أبلة أو مجنون أو مأخوذ كما يقولون، فأخذ يركع ويسجد بدون وعي. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.